على راس بعلبك هالمرة بدنا نستفقد هالمنطقة وكمان بدنا نميل على بلدة القاع. نعم المناطق الحدودية ضاقت فيها الحياة لما خرقت بيوتهم وطرقاتهم وسياراتهم السيول ولما داسهم أرجل الإرهاب والدولة ما عندها حيال إلا الإهمال. نعم لما داعش احتل جرودهم ومزارعهم واستباح أرضهم ما لاقوا مين يعوض عليهم. لا حياة لمن تنادي، هيدا اللي عم بيرددوه أبناء هالمناطق، عبارة منسمعها دايما بهالمناطق. معظمهم قطع رزقهم وبعضهم تشرد من بيته والدولة غايبة عنهم. نعم الدولة عم تتعامل مع أهالي هالمنطقة كأنها جزء مفصول عن مسؤوليتها. خلونا نوضع نقطة على السطر اليوم، نستفقد نحن وياكم منطقة راس بعلبك وهالمزرعة اللي كانت بالجرود، مزرعة كتير حلوة، صاحبها كان متشبس بالأرض يبقى بأرضه بأرض ضيعته يحولها من جرداء إلى جنة، داستها أرجل الإرهاب وقضيت عليها ولهلأ ما في مين يعوض عليه، وبأنه هو بعده عم بيدفع لكفالات تقسيط وبعد عليه 20,000 دولار. أنا اليوم خلونا نرحب بضيوفنا، نحكي عن راس بعلبك، نحكي عن المزرعة. اليوم نعلي الصوت عبر صوت لبنان لهيئة الإغاثة تتحرك، للدولة كلها تتحرك لحتى يبقوا هالمواطنين متشبسين بأرضهم على الحدود مع سوريا. بدي استقبل ضيفي صاحب مزرعة بداية براس بعلبك على مشارف راس بعلبك، أستاذ غنام غنام. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. الدمعة بعيونك، رزقك راح، دستو أرجل الإرهاب وقضيت عليه والدولة كانت عم تتفرج. شو صار تحديدا؟ أول شيء ليش كان عندك هيك هالقوة اليوم، هالتحدي؟ ليش هالقدي كنت متشبس بأرض جردة وحبيت بداية تحولها إلى جنة؟ شو هالسر اللي كان بقلبك؟ أول شيء بدي أتشكرك وتشكر صوت لبنان لأنه عم يضوينا على النقطة. أنا مواطن عادي من راس بعلبك، ولأني بحب أرضي وما بدي ولادي إنه يهاجروا لأنه كانوا ناويين يفلوا على كندا، عنا أرض واسعة بجرد راس بعلبك وارتنينا من أيام جدود، يعني أكثر من 300,000 متر. بقى حتى ما يسافروا الولاد رحنا على كفالات جبنا 250,000 دولار، كان معنا قرشين حطيناهم فوق منهم، بعنا شوية أرض بالسهل تحت كله حطيناه فوق، هذا كله سنة 2009. صلحنا الأرض، بحشنا بيارة 5 بيارة، زرعنا 10,000 شجرة تفاح ودراء و 3,000 شجرة لوز وجوز وكرز ومختلف، يعني عملنا جنة بقلب هالصحراء. أكيد كل الناس بيكونوا شافوا وقت معركة الجرود إنه داي جرودنا كلها ناشفة ما فيها عرق أخضر أبدا، يعني بهالمنطقة جسدت معنى الحياة اللي كانت ميتة. إيه نعم نعم. وتراب هونيكي يعني تراب مهم كانت عم تتفاعل معه الأشجار شيك. إيه وكان طبعًا. في بيارة مي، 5 بيارة مي حفرته، 5 بيارة، كان عنا 180 متر مكعب مي بالساعة الوحدة، يعني تخيل الكمية اللي كانت. ولا يعني الشجر صار عمره لنقول 3 سنين أو 4 سنين، ما كان حدا يتصور انه عمره أقل من 10 سنين. يعني كان عندك 13,000 شجرة تفاح، 13,000 شجرة، 10,000 تفاح ودراء و 3,000 بين جوز ولوز ومختلف وكذا. وبيت للعائلة، هنجرات. وكنت ساكن فوق بهالمزرعة؟ لا كنا نطلع وننزل، مرات ننام فوق. نعم يعني وكانت الدنيا بألف خير. من 2009 ل 2014، بال 2013 2014 بلشنا نتعرض لمضايقات. نعم يعني بلش الإرهاب يطل راسه على المنطقة هونيك، جربوا إنه يخطفوا ابني، خطفوا شخص فكروا إنه ابني هو. ليه كانوا متضررين من وجودكم فوق؟ ايه طبعا طبعا. رجعوا خطفوا الناطور، يعني مضايقات مضايقات. وصلنا لسنة 2014 ما بقى فينا نطلع لفوق.
اجت بها، وانا مشروعي بعيد عن راس بعلبك 10 كيلومتر، وبعيد عن الحدود السورية 7 كيلومتر، يعني بقلب لبنان بعدنا، بعد بدنا 7 كيلومتر نصير على الحدود السورية. اجت داعش وقعدت بالمشروع، صرخنا امنا حطينا، وبتعرفي داعش لمين صرخت بوقتها؟ صرخنا على التلفزيون، على عبر الاعلام، عبر الاوريون لجور، عملت معنا مقابله كذا، يعني كثير ما حدا رد علينا، ما حدا حمل التليفون وحكي معك ابدا. نتيجه وجود داعش هونيك، سرقه ونهيب وخراب ويبس، يعني قعدوا بهالمزرعه، وصار القصف مثلا، صار في معارك بينه وبين الجيش، كل شيء تدمر عندي فوق البيت، مثلا تدمر الهنجرات، دمرت السجر يبس، ما بقى في عنا شيء لل 2017 وقت صارت معركة التحرير بآب الماضي، بآب 2017 لنا لفوق ما لقينا شيء أبدا، كل شيء يعني أرجع أرض مثل ما كانت قبل ما نشتغل فيها. بالإضافة نحن من 2009 ل 2014 كل سنة كنا نحط مازوت ومصاريف للمشروع، كان كلفنا تقريبا 150 مليون ليرة كل سنة، يعني تخيل الكمية، عندك 50 مليون ليرة مازوت، إذا حواض السجر 10,000 حوض أو 13,000 حوض، إذا كل حوض بده 1000 ليرة مثلا تشيل العشب منه، هودي 13 مليون، من عدا الدواء، من عدا أجار العمال، من عدا المواطير، من عدا يعني حولت يعني الأرض هونيك من جرداء إلى جنة بأشجار مثمرة، ببيارة مي، بحياة، وكانت ناطر تحصد اللي اشتغلته، ما هيك؟ تحصد ثماره. قديش كان بدك، كم وقت لحتى تجني من هالثمار اللي وضعتها بهالأرض؟ يعني نحن بال 2014 كان السجر عمره 4 سنين، كان مفروض يطلع عنا 200 طن تفاح، إذا اعتبرنا السجرة 20 كيلو بس طبعا. نعم، يعني هودي 200 كبداية، تاني سنة بدها تصير 300 و500 و600. قبل ما تحصد شيء قعد داعش ودمرها، استفدنا بقشة منه. نعم، ما استفدنا إلا الديون اللي علينا والمصايب المصايب. هلأ وصلنا لهون، يعني قبل أنت قلت عبر الإعلام عليت الصوت، ناديت للاستغاثة، ما حدا رد عليك؟ ما حدا رد أبدا. طب عند مين توجهت؟ لعند مين رحت؟ في فعاليات بهالمنطقة، في عندك رئيس البلدية، رئيس بلدية راس بعلبك العميد المتقاعد دريد رحال، عندك المطران، عندك الفعاليات نواب المنطقة، الهيئة العليا للإغاثة، شو صار؟ يعني ما حدا تحرك منهم؟ عملنا عدة محاولات، حتى مرة قطعنا الطريق يعني على مفرق راس بعلبك، وكان المطران موجود، وكان رئيس البلدية موجود، يعني مشان المزرعة ولا مشان المزرعة، ومشان يشيلوا الإرهاب من جردنا من فوق. ما حدا اهتم ولا حدا شيء، حتى بقابل 2017 وقت اللي تحرر جرد راس بعلبك ما حدا طلع كشف. يعني مرة 4 أشهر لتشرين الأول 2017 قدمت طلب لقاضي الأمور المستعجلة، يا عمي بدي تقرير بإيدي بس لحتى اقدر اقدمه للمراجع. قاضي الامور المستعجله عين خبير اسمه محمد زرين، مهندس زراعي. نعم، طلع. عمل كشف وقدر الاضرار بمليونين دولار، كان لحد وقتها ما طلع حدا يكشف من الدوله. لا ادار 2018 طلعت لجنه من الجيش كشفت، ومن وقتها لهلا ما عم نقدر نعرف شيء، لا عم نقدر نعرف اذا طلع ولا شيء. بلين بالمليونين دولار لقدر الاضرار؟ الاضرار قدرها بمليونين دولار. ايه، انت قبلين بهالرقم؟ يعني انت بتلاقي هيدا الرقم انه مناسب لإلك يعني، ولا لازم يكون اكثر؟ يا ستي لقلك شغله، انا اي لجنه تطلع تكشف تقول لي مثلا عندك اضرار ب 100,000 انا قبلين، 200,000 انا قبلين، مليون انا قبلين، بس بس بدك تعرف هلا وين صار تقدير اللي بعده عند الجيش ولا انتقل للهيئه العليا للإغاثة؟ ماني عم بعرف شيء. طب حاولت تتواصل مع رئيس الهيئه اللواء محمد خير؟ حاولنا نتواصل وكان كثير متجاوب معنا، هو قال بعدها عند لجنة الاضرار عند الجيش. بنسال بالجيش مش عم نقدر نوصل لجواب، لانه يعني ماني عارف شو بدي اعمل
ريس، اليوم بدنا نستقبل ضيفنا رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد دوريد رحال. صباح الخير. صباح النور. شو قادرة البلدية اليوم تساعد الأستاذ غنام غنام؟ عنده أضرار كتير كبيرة وبعده عم يدفع لكفالات، يعني بعده الدين عم يدفعه والأضرار بسبب الإرهاب اللي صارت والإهمال سيد الموقف. اليوم البلدية كيف تساند مواطن عندها حب يحول جرودة من أرض جرداء إلى جنة؟ نحن كبلدية أول شيء بنشكرك على استضافتك لنا اليوم رغم التأخير، لأنه تأخرت علينا شوي، كان مفروض قبل حتى أنا تسمعي لحظة. لما طلبتوا تعلوا الصوت، صوت لبنان كانت حاضرة يا حضرة العميد، لما طلبتوا تعلوا الصوت كانت صوت لبنان حاضرة وتجاوب الدغري مع نداءكم. وانت لازم تعرف وتكون عم تسمع انه نحن بصير نشرات الاخبار كان في تغطية كاملة لكل اللي عم بيصير بمنطقة راس بعلبك، وكنا مواكبينكم لما قطعتوا الطريق، وعلى طول كان في مواكبة طبعا للسيول اللي اجتاحت هالمنطقة بحزيران وقبلها بأيار. صحيح. فهيدي اسمح لي فيها، معلش. رح نسمح لك فيها. تفضل. انت اصلا بنت المنطقه وبتحبي المنطقه. نحن بالنسبه لموضوع غنام، اول شيء غنام يعني عمل انجاز. عم تقولي مزرعه، انا عنده مزرعه وعنده مشروع زراعي. نعم. مشروع زراعي ضخم. ونحن بعد ب 17 ايه بيعرف طلعت انا وياه بعد ما تحرر الجر، طلعنا لعنده تفقدنا الاضرار وقفنا على الاطلال. فعلا خسارة كتير كبيرة. أول شي غنيم يشكر على المشروع اللي عمله براس بعلبك حتى يخلي كل الشباب وكل أهالي يطلعوا على الجرد ويطلعوا على راس بعلبك ويبقوا براس بعلبك. نحن عم نطالب بهيك أشخاص إنه عن جد يكونوا متشكسين بأرضهم ويعملوا مشاريع. ونحن أنا ما هو بيعرف وكل أهل راس بعلبك بيعرفوا إنه هم غنيم هم كبير وكارثة كبيرة. الزلمة خسارته كتير كبيرة، حتى التعويضات والأرقام اللي عمين حكى فيها متدنية جدا. بس هو قبلين وعمين عطى إن شاء الله ينعطى نص المبلغ، بس أنا بستبعد ينعطى نص المبلغ، ينعطى أقل حسب ما وصلني معلومات من المتابعة بالإغاثة وبلجنة تخمين الأضرار. بس عاد بعد للأسف. عم تقول الإغاثة هلأ رح ينضم لنا مباشرة بعد موجز أخبار 9:15 رئيس الهيئة العليا للإغاثة هلأ الموضوع محمد خير. بس عم بيقول حسب ما هلأ عم بيقول ضيفنا سيد غنام غنام إنه ما وصل شيء، يعني بعد المراسلات ما وصل. لا وصلت لعنده. أنت معلوماتك إنه وصلت. وصلت بس الموضوع موضوع شوي مالي، طالبين ليحولوا له مصاري للواء ومشروع وعم نجرب يعني قصة أضرار اللي صارت من وراء داعش والنصرة إن كان بعرسيل أو براس بعلبك. موضوع غنام سيفصل عنا ويعوض لإله، لأنه أكثر واحد تبين عنده كارثة وفي خراب بيوت فعلا وتدمر. دمر في غير مناطق استباحة الإرهاب واندفع له. عندك ما بتصوين مثل وين عرسال؟ لا بعد ما اندفع له. ما اندفع جبنا معلومات بتقول انه اندفع لعرسال 12 مليون دولار. هاي شو صحة عرسال عم يجيها مشاريع. في عنا نعطى سلفي من مجلس المال والعمار عن عمل مهني، هلا عم تتزفى الطرقات، عم يعملوا مشروع صرف صحي. بس عنا بعد نفسي بعد لحد هلا ما نعمل شيء، لانه كان المبلغ 15 مليون بالاساس، كان في 30 مليون دولار، 15 لعرسيل، 15 للقرى المجاوره. يعني بتشمل كانت بالاساس راس بعلبك والقاع وجديد الفيكه. رجعت توسعت المروحه، رحنا على قرى اخرى. نحن يعني بحاجة فعلا هنا، يعني النبي عثمان والعين واللبوي والهرمل والقصر وإلى آخره. بقي لنا مبلغ ضئيل هو 600,000 دولار، لحد هلا ما وصلنا شيء منه. هيدا عم نحكي بالمساعدة. عرسيل عم ينصرف له بمشاريع من الإغاثة، وعم ينصرفها بمشاريع من المجلس الماء والعمار مخططة سابقا. نعم. يعني في صيف وشتاء على سطح واحد، ايه ولا لا؟ جاوبني على هالسؤال. ما عندي جواب. ما عندي يوم جاي تقول الحقيقة وتعلي الصوت وتحكي نقول مثل ما هي. نحن عم توصلنا معلومات انه في مناطق عم تقبض وفي مناطق مش عم تقبض. انت حتى انا معلوماتي قبض ما في، بس في مشاريع بنى تحتية عم تتنفذ بعرسيل، لانه اعتبروا، انا عم راجع يعني النايب بكر حجيري ورجعت لواء خير
وحتى يعني أمينة عامة مش وزراء عم أنه عرسيل هي بفترة من فترات كانت محرومة من كل شيء. لهذا السبب اليوم فتحين عليها عم يجربوا قد ما فيهون، وكان في بعد عن الدولة يقربوها من الدولة، عم يعملوا فيها مشاريع مثل ما قلت لك في المهنية، في المستوصف اللي عملوه، في الطرقات، هلا في مشروع تسويه الطرقات، في مشروع صرف صحي عم يعملوا لهم اياه الى اخره، وفي يمكن مساعدات وهبات من جمعيات، في كمان جمعيات دوليه ومؤسسات هي كمان عم تعمل مشاريع بعرسيل. زاروكم نواب المنطقه، الفعاليات، مؤسسات زارتكم وعدتكم بتنفيذ العديد من المشاريع اليوم، وكانت انه ما بدها تسكت على اللي صار وخصوصا بموضوع السيول وبموضوع الإهمال من شان منطقة راس بعلبك. طيب كيف ترجمت هالوعود؟ انتو كبلدية كيف بتتابعوا هالأمر؟ نحن البلدية براس بعلبك معروفة انها بتشتغل ليل نهار سبت وأحد ضمنا من تابع. أول شيء خليني بس أعمل لك شغلي قبل، خلينا نبلش موضوع السيل إذا بتسمحي. بدي بس أنهيلي موضوع، ما بدي أنا بالنسبة لموضوع غنيم قبل ما نوقف مع موجز لأهم بموضوع غنيم، أنا الموضوع أخده على عاتقي. شو رح تعمل؟ شو عم تعمله؟ أنا فيني تابع مع اللواء خير يعجله، يعمله جدول خاص فيه ويدفع له باستقلالية عن بقية المناطق، لأنه الوحيد اللي لازم يندفع له بشكل فوري يتأمن المال ويندفع له، لأنه غنيم مظلوم، لأنه مظلوم فعلا، لأنه مظلوم، ولأنه عمليا لك ما بدي أنا أتهم الناس، أنه التقديرات في كارثة أنا شاهدتها بأم العين، أنا طلعت هو بيعرف طلعت أنا وياه، وعم طلع أنا صالع ست مرات لفوق، فعلا شيء ببكي، وانا بيهمني يرجع مشروع النيم لرجع الناس لفوق وثبت الناس باراضيها. نعم نحن يعني رح نتابع قصته، لانه فعلا مكبين مواطن حابب ارضه وحابب يعيش بارضه بمنطقته بضيعته ويعيش كتار معه، يعني هيدا مواطن لازم نحن نتابع قصته. خلونا لنتابع الموضوع مع السيول ايضا اللي اجتاحت هالمنطقة، وهلا نحن بداية موسم شتي في كمان خطر. طيب شو نعمل حتى ما تتكرر الكوارث؟ لاقونا بعد موجز الاخبار عبر صوت لبنان لنتابع نحن وياكم نقطة على السطر. نقطة على السطر. نصيحة بجمل، إرشادات حياتية بيئية صحية وجمالية عبر صوت لبنان. استخدام كمية كبيرة من بلسم الشعر غير أنه بيعرض شعرنا للاتساخ بسرعة، وصوله إلى فروة الراس بيسد المسام، وهالأمر بيؤدي إلى زيادة الدهون وضعف نمو الشعر. والنصيحة استخدموا ما يعادل كمية بحجم عملة معدنية صغيرة، ضعوها فقط على أطراف الشعر الجاف والمقصف. نصيحة بجمل عبر صوت لبنان. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z، إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. نحييكم من صوت لبنان ونقدم موجزا للأخبار. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز عن قلق بالغ من احتفاظ ميليشيات حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة خارج سيطرة الدولة، وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل التدابير لمنع الحزب من الحصول على الأسلحة. وندد في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1559 الذي سيناقش الثلاثاء المقبل في جلسة لمجلس الأمن بتورط حزب الله في كل من سوريا واليمن، داعيا إيران من دون أن يسميها إلى تشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني صرف.
واستعجل غوتيريس تشكيل الحكومة من أجل اغتنام الفرص لتعزيز الأولويات التي حددها لبنان والمجتمع الدولي في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل. اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن كل ما يدور منذ أشهر لا علاقة له بمصلحة لبنان، الأمر الذي جعل الحزب يمتنع عن التفاوض أو البحث في موضوع الانضمام إلى الحكومة، وقال إننا أدركنا منذ اليوم الأول أنهم سيعودون إلى سابق تعاطيهم وإلى النهج الذي اعتمد منذ 3 سنوات وأدى إلى دمار البلد، بدل دق ناقوس الخطر وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضم أفضل الكفاءات وتعمل بناء لرؤية استراتيجية واضحة. وقال النائب سامي الجميل خلال لقائه الجالية اللبنانية والكتائبيين في أوتاوا إنهم يتنحرون على تشكيل الحكومة منذ 5 أشهر، خلافهم حول الحصص وليس حول كيفية بناء لبنان ووقف الهجرة والسياسة الاقتصادية وسياسة الدولة وحصرية السلاح. أكد النائب شامل روكوز أن الحكومة أكثر من ضرورية في هذه المرحلة، موضحا في حديث لإذاعتنا أن وزارة العدل باقية من حصة رئيس الجمهورية على اعتبار أنها وزارة أساسية للإصلاح وضبط المؤسسات. حوار أونلاين. تعقيدات أو حزور التشكيل الحكومي، التحديات الاقتصادية المتعددة اللي عم تجي اليوم على لبنان، العقوبات اللي عم ينحكى فيها، وموقف حزب الكتائب من كل المواضيع الآنية، رح تناقشوهم معي أنا سيرج داغر بالحوار أونلاين. حوار أونلاين مع جورج العلي، الخميس 4 والثلث عبر صوت لبنان. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة يستمع فيها إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دوميستورا عن نتائج مباحثاته مع النظام السوري بشأن تشكيل لجنة الدستور السوري. أعلنت السلطات البحرينية أنها فككت شبكة مرتبطة بقطر حاولت التدخل في الانتخابات البرلمانية البحرينية. تنطلق اليوم أضخم مناورات عسكرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ نهاية الحرب الباردة في النرويج. من صوت لبنان قدمنا موجزا للأخبار. منتابع نحن وياكم نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان. بدي كرر ترحيبي بضيوفي رئيس بلدية راس بعلبك العميد المتقاعد وريد رحال، أهلا وسهلا فيك مجددا. السيد غنام غنام كمان منجدد ترحيبنا فيك، واليوم نحن وياك بدنا نعلي الصوت للهيئة العليا للإغاثة، لرئاسة الحكومة، للمعنيين، لنواب المنطقة. لازم يكون في متابعة حساسة للتعويض عليك لترجع تحول هالجرد من أرض جردة إلى أرض خضراء وحلوة. بدك تقرب شوي للميكرو حضرة الرئيس. اليوم توصلت حضرتك، عرفنا كأن توصلت مع اللواء محمد خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة أستاذ غنام غنام، توصلت معه شخصيا عدة مرات. ايه شو قال لك يعني بآخر مرة؟ شو قال لك يعني آخر مرة؟ اللي قال لي أنه بعد ما تحولت لعنده المعاملة آخر مرة، يعني عم نحكي من شهر، من تقريبا من شهر، من 3 أشهر أو من 3 أشهر. بس الرئيس العميد دوريد رحال بيقول أنه تحولت لعنده مؤخرا ومع الأضرار المقدرة بمليونين دولار، ما هيك؟ لا، المبلغ اللي مقدرينه هي أقل بكثير، بس تحولت لعنده. بس لأنه لما طلعوا الخبراء قالوا مليونين دولار. الخبراء تقديرات الجيش، وهذا غير الرقم اللي حاطه، يعني رجع خف المبلغ. خف المبلغ، هو بيستحق أكثر من هيك. المبلغ اللي عاملينه الخبراء هو مبلغ فعلي. نعم. بس التقديرات اللي تخمينات اللي عملوها لجنة الأضرار مخمنة أقل من هيك. نعم. ويعني فعلا بس هو حسب التقارير والأضرار والمعاينات اللي شفناها، التقرير اللي عمله الخبير هو التقرير كتير، بس يمكن هن في حسن 10% 20%، ما بعرف كيف بيتعاملوا. في شيء عطونا يعني كل، حتى الأضرار اللي جيتنا هلا براس بعلبك اللي راح تجي أضرار السيول، يعني السيارات والسوبر ماركت والمحلات والبيوت،
يعني حتى يعني أرقام ما كتير واعدة. على الخط مباشرة رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. حضرة اللواء صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يخليك، الله يعطيك العافية لأني. نعم. وللضيوفين. للمواطنين اللي عم يسمعوا. للمواطنين اللي بدون يسمعوا منك اليوم عن التقرير اللي وصل لك من الجيش بخصوص مزرعة غنام غنام، يعني والأضرار اللي صارت. وصل لك التقرير حضرة اللواء؟ تقرير بعده عند الجيش لأنه الكشف كبير كتير. الكشف تبع راس المعلقة وصل، بس أما الكشف تبع المناطق البيئة ما وصل. كشف السيول وصل، كشف غنام غنام ما وصل. ليش هو بس وحده يعني في متضرر؟ نحن بلبنان وين في متضرر بنحطهم بالتسلسل ورا بعض. اي بس هي الاضرار كتير كبيرة حضرة اللواء بمزرعة غنام غنام، يعني كتير كبيرة بكل لبنان. نعم. اذا بدك تعمل تسلسل المتضررين ببلشي باضرار يعني باضرار القصف السوري، ومن ثم اضرار حرب الجرود، ثم باضرار عاصفة شباط، ثم بأضرار عاصفة نيسان وعاصفة طهران وعاصفة أيلول وعاصفة الدمية وعاصفة اللبوة. يعني كله هذول أضرار، وأضرار كبيرة ومكلفة. وكتر خيره الجيش ويت الجيش اللي نحن وياهم توأمة اللي عم نقدر نعمل كشوفات وإحصاء ومساعدات. نحن منفوت بتوجيه من دولة الرئيس حريري على سيكون في أضرار عبارات جسور، يعني بالتنسيق مع وزارة الأجار حتى نوصل الضيعة ببعضها. مش بس نحن انه بدنا نكشف وندفع تعويضات مثل ما بده تريد الحال، لا نحن هيدي شغلنا. وهذا يعني اللي الوزارات ستكون في شوية تأخير بالأمور الإدارية، نفوت نحن للتنفيذ الفوري. نعم نعم. بس أنا سؤالي لإلك يعني هي شوي، خلينا نعطي هيك بينة للأمور. في الأضرار بخصوص مزرعة غنام غنام هي وصلت لك ولا بعدها عند الجيش؟ لأنه في شي بيقول وصلت للواء محمد خير، وفي منهم بيقولوا بعدها عند الجيش. وصلت لك ولا لا؟ يعني وصل أو ما وصل، كل اللي بيوصل نحن بنحاوله على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بيواسع عليهم، بيحاوله لوزارة المالية. وزارة المالية بس تعمل اعتماد مشكورة كمان، نحن من نوم التنفيذ مثل ما عملنا بقصة التفاح الجزائرة. نعم. نفس القصة. نعم. نفس القصة، بنعمل كشف الجيش، بنمسك نحن وياه، وبنحول الأمور لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيرجع بأكد لك بيوافق، بنحوله على وزارة المالية حتى يعمل لها اعتماد. في طريق، يعني في طريق طويلة بده تسلكها قبل ما تصير واقع على الأرض. طبيعي طبيعي، بس مثل ما عم بيقول دريد رحال إنه في سوبر ماركت، كل شيء عنده سوبر ماركت وحدة صغيرة ما في أكثر منها، وكل الناس متضررة أكيد ولازم نساعدهم. بس في تسلسل، يعني ما في اليوم أنت إجي تسأل عليك وما تسأل غيري، وهذا منك سنة وسنتين، عرفتي كيف؟ نعم. بس القصة وما فيها إنه لما بيكون في الضرر لاحق من وراء الإرهاب ما بتستعجل المعاملة أكثر؟ كل شيء بوقته حسب ما يقرر مجلس الوزراء نحن بنمشي. نعم. حسب ما بيقرر مجلس الوزراء. وهلا المعاملة منشان غنام غنام مش معروفة بعد وينا وبأي طريق ماشية، ولا اللي بيحب يجي لعنا نرجي نحن نشوف في تسلسل تبعه. نعم. وبخصوص يعني ما بدنا أنا ميز مزرعة غنام عن أهل رأس بعلبة، عرفتي كيف؟ ولا بقدر ميز رأس بعلبة عن الضاعة اللي جنبها أو أي ضاعة كانت بلبنان. نشوف التسلسل ورا بعضه. يمشي. وهل صحيح عن جد كله بالتسلسل حضرة اللواء محمد خير؟ اي نعم نعم. لانه نحن خلينا نقول الامور مثل ما هي، ما نحن ببلد يعني في تدخلات سياسيه. لا مش ببلد، نحن بلد منيح دتي وحسب الشفافيه. تفضلي لعنا بنرجيك التسلسل نحن نشوف. نعم. ما بس حدا على التلفزيون يقول ما في تاخير او ما في تاخير. نعم. عنده بيعرف شو صار من انه ما بينعمل عنده. لمين؟ لغنام ولا لرئيس البلدية؟ لا لا لراس بعلبك. لراس بعلبك. نعم. الأضرار بخصوص السيول، عم نحكي هلأ بخصوص السيول اللي صارت براس بعلبك، كمان كان في تقدير لحجم الأضرار وبعض الملف ماشي. طبعا الملف كله أقول لك، يعني كل ملف يخلص من الجيش نحن دغري بنحاوله لمجلس الوزارة. نعم. ما عندنا مشكلة بهالموضوع، بالعكس كل العالم تستاهل المساعدة، ورئيس حريري عم بيحاول يساعد. نعم. بخصوص السيول ما بدي اليوم تميزي
حدين عن حدين، ما بتقدري يعني اي ملف بدك تنزليه بده يكون ورا بعضه، ويمكن يكون المواطن متضرر اكثر من الثاني، بس بتضطري الا اللي بيكون ترك بيته فجعبتوا له انفجارات امنية بتكون سريعة، لانه سريعة بتكون لانه بيكون بيته متضرر وقاعد على الطريق، ما فيك تتركيه هذا قاعد على الطريق وبتأدي واحد تاني، عرفت كيف؟ هذا بيكون سريع، أكيد بيكون سريع. نعم، بخصوص السيول كمان بيكون تخمين الأضرار عند الجيش؟ أكيد لكن نعم كله عند الجيش، بالعكس يعني الجيش عم بيصدي حوله والجيش لجنة كبيرة عم بتكون عم بيكون نحن وياهم سوا وعم تطلع، بعتقد كل المواطنين عم بيكونوا مبسوطين بكشف الجيش. نعم، ليه عم بتقول رئيس البلدية إنه عملنا له ما بينعمل وعندك عتب عليه؟ ما أنا ما قلت هيك بالضبط، إنه نحن نعمل دراسة بعلبك لأنه لسرعة ما يصير، لأنه هو قال إنه في عدة مرات ممكن يصير، كل مرة إنه ممكن يصير سيك تاني صار فيه لعدة محلات إذا انتبه. نعم ونعمل يعني لأنه البلدية عندهم نعمل بالسيل تبعهم اللي كتير مميز، أنا بشوف دي بالأخطاء اللي كانت قبل أو ما كانت أخطاء، هلأ بنحكي عنها للأخطاء بس توفت امرأة نتيجة هالسيول. أنا عم بقول لك اللي نعمل يعني بسرعة هائلة وعم بيشوفوا وطلع يتفرج عندك، فبتشوفي إنه مشروع كبير عم بيتنفذ حتى ما ينعاد بقى سابي اللي صار يتكرر بالأخطاء اللي صارت بالزمان من قبل بعض الوزارات، أو يمكن ما يكون في أخطاء يمكن لنتائج العوامل الطبيعية كمان. نعم يعني اليوم بس أنا بطلب منه يتفضل يلاحق الوزارات اللي هي لازم تعملوا، يعني فيني أحكي في وزارات موارد المياه، في وزارات الأشغال، في كل وزارة هي مفروض تعمل المطلوب منها. نعم نحن ما نوي وزارة، نحن هيئة، عرفتي كيف؟ نعم وزارة مديرية عم نعمل أكبر ما نستطيعين نعمله بواسطة الرئيس. طيب الشيء كيف بتساند الوزارات بهالظروف؟ يعني وزارة الأشغال هون شو دورة؟ وزارة الطاقة والمياه شو دورة؟ وزارة المالية هون شو دورة؟ كل وزارة عندها صلاحيات بتفوت فيها، ما حد يعني وزارة الأشغال من طبيعي تقوم بالطرق العامة، والوزارة الموارد تهتم بالمجابين عنها، يعني كل وزارة على صلاحية تعملها، بتتأخر يمكن ما بعرف أنا بالتأخير شو بيصير، هو عادي ليحي يمكن يكون حرام شاطر كمان يكون عادي ليحي، بس نحن علينا نحن نقوم اللي علينا، نحن الحمد لله عم نقوم اللي علينا. نعم شاطر ولا مش شاطر، انت اكد اذا شاطر ولا مش شاطر. على كل حال يعني الوعود اليوم ما فينا نوعد ضيفنا غنام غنام، بدنا نقول له انه معاملته ماشيه وما في معامله بتسبق معامله، وانه بده يقبض بس في روتين بده تمرق فيه وتسلسل لحتى توصل المعامله للخواتيم. طبيعي بيكون في اجتماعات مجلس الوزراء بيتم هالشيء كله. ايه بس هلا ما في حكومه ولا في اجتماعات. نعم شو بدنا نعمل؟ أنا بدي أشكرك. بده يرد، ما بعرف إذا بدك تسمع عم بيرد ولا من بعد منسكر وبتسمع عم بيرد حضرة اللواء. لا بيسمعني. عنده أي طلب بيتفضل عنا بيجتمع. بيسمعنا نحن وياه حال واحد، وعيش معنا اللواء خير، عيش معنا المأساة من نعم. نفس الليلة. نعم. وطلع بالليل ودعوس بالوحل وكان في صيام وكتر خيره، عين الأضرار نحن وياه. بس وهلأ اللي عم يشغل اليوم براس بعلبك من الهيئة العليا لإغاثة بإشادة حيطان الدعم، صدقيني من أقوى الأشياء اللي عم تنعمل. أنا بقولها للتاريخ، لأني لا بدي مكافأة من حدا ولا بدي نيشين. اليوم الهيئة العليا لإغاثة عزلت مجرى السيل براس بعلبك كما يجب، والمتعهد اللي عم يعمل حيطان الدعم، عم يعمل حيطان صدقيني فرجيك يون هلا على الصورة، عم ينحط حديد وبطون وشغل ممتاز جدا جدا جدا. نحن ما إنما عم نقول بموضوع الأضرار، في بيوت اتضررت، في محلات اتضررت، في سيدة توفت، في أشخاص كمان ومحلات، ونحن وعدنا وهو وعد حضرت اللواء وأنا كنت إلى جنبه انه خليج الجيش يكشف خلال 3-4 ايام نحن جاهزين للدفع. العالم عم تحسبنا هيك، وانا مثل ما هو مسؤول انا مسؤول قدام العالم، وانا الى جنبه بهالموضوع عم نقول لهم اللواء وصلت له الملفات، طلب مصاري من وزارة المال ونحن رح ندفع لأهلي. انا كل ما طلعت على راس بعلبك يوميا وطالب بالتعويضات، وان صارت التعويضات هو يمكن بيسمع بالإعلام، بس أنا يوميا بتيجي لعندي ناس على البلدية، وان صارت التعويضات لو عدتونا فيها
لهذا السبب نحن الموضوع شقين، شق اللي عملته الإغاثة بما أضرار السيل، يعني بمعنى التعزيل وحيطان الدعم، خلصوا حيط الأول عملية الشفة، اليوم بلشوا بالحيط الثاني اللي عند المقابر، في موافقة على ثلاث حيطان حسب كتاب دولة الرئيس، وفي هلا عند الشؤون الاجتماعية، بس نحن عم نحكي بالأضرار. بموضوع غنام، غنام مفروض يفصل عن غيره، غنام أكل ضربة قاسية جدا جدا من داعش، والوحيد اللي دمرت حياته وولاده عم يهددوا انه يسافروا اذا ضلت الحيلة اذا ما عوضنا عليهم. نطلب من الإغاثة تولي موضوع غنام أهمية خاصة جدا، لانه وضعه يختلف عن كل الأوضاع. ونقطع السطر، ونقطع السطر. حضرة اللواء عندك شيء بهالخصوص تقوله؟ انا برجع اتأكد على الموضوع، نحن ما بنقدر نميز مين ما بيكون الا اذا كان حدا بيته على الطريق مدمر، هذا نحن ما بنوقف دم ابدا شو ما كان، لو بدنا دايما نصير. بس أما اللي بيكون إنه في حال انتظار بده ينتظر، حتى الشهيدة اللي توفت الله يرحمه هاي دي بتعرفي كل الحوادث القتل هاي بتحول على مجلس الاستشهاد، بتحول على مجلس الوزراء ليجيني موافقة، مش أنا على ذوقي إني بحب أنا سادك أو بحب سادك، كله بيمنه خلال مجلس الوزراء. بس الكل على كل حال أنا بوجه نداء لكل البلديات إنه يتعاملوا بشفافية على الأرض. ليش في عندك نحن يعني كيف؟ لا عم بقول عندك شيء عتب عليهم، في مخالفات عم بتصير من قبل؟ لا لا كلهم عم بيشتغلوا. نعم انا عم بقول كلهم عم بيشتغلوا البلديات، بس ما بدنا نحن يصير مثل الغيره انه هون كشفنا وهون ما كشفنا. لا مش المتضررين المتضررين، يعني عم نتعب الجيش وبيجي بعد الحين الجيش بيلاقي انه ما في يعني ما في هالضرر الكبير. ان المواطن علينا تساعدنا والبلديه علينا تساعدنا، يعني تساعد مين؟ بدها تساعد الهيئه او تساعد الجيش، لانه يعني الجيش كمان ما بدل طول الوقت انه كشفات كشفات، يعني مش هينه القصه. يعني ان شاء الله ما تنعد هيك اضرار وهيك عواصف، وبكون خير السنه على لبنان باذن الله. نعم، على كل حال انا بدي اشكرك حضره اللواء محمد الخير رئيس الهيئة العليا للإغاثة، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. بدي أرجع لضيفي غنام. غنام يعني اليوم بعد ما سمعت شو تعليقك؟ شو مش معروف ويني هلأ، شو ماشي على الطريق بس ماشي ببطء لتنصرف ليصير في عنا حكومة، عندها روتين بدها تمشي فيه، منا سهلة أبدا يعني، وما في ملف بيسمق ملف حسب ما عم بيقول لواء محمد خير، ولو نحن قلنا له بلبنان وفي يعني إشياء كبتن سبق. يعني شو تعليقك وقت اللي قلت لك انه ماني عارف هيك جاوبوني وماني عارف وين صارت؟ يعني هو عم يأكد هالشيء كمان. ايه عم بيأكد هالشيء. يعني هلا نحن كمان ما عرفنا وينين، شو بنعمل؟ شو بدك تعمل؟ شو قادر تعمل؟ شو قادر اعمل؟ شو فيي اعمل؟ نعم، مثلا اليوم طلب بحديثه اكثر من مره ان نتوجه للهيئه العليا للاغاثه ونطلع على كل شيء، هلا رح تزورهم من بعد هالمقابلة؟ ليه ضحكت؟ ليه لا؟ إنه ليه ما حد بيروح بيستطلع الأمور عن قرب وبيشوف هالمستندات؟ ما حضرت اللواء عم بيحكي. طب شو بيمنعك ما تزورهم؟ ما عرفنا شيء، ما نزورهم، ليش ما بنزورهم؟ يعني بده واحد يلاحق معملته للآخر بكل الطرق بكل الوسائل. يعني أول شيء خرب بيتنا، وتاني شيء شغلي بدنا نضل نتبادل ونركض ونقيم ونحط. اليوم جاي مراس بعلبك أنا، صوري إني وعيت الساعة 4 الصبح. يا أهلا وسهلا فيك. لما بيحرز هالصرخة اليوم على صوت لبنان وعلى القلب بكير، أول كلمة حكايتها بتشكرك كتر خيرك وبتشكر خير صوت لبنان. نعم قلت كتر خير صوت لبنان، بس كان بدك جواب. بدنا جواب، ما حصلنا على جواب. بس لا بإيدنا ولا بإيدك والهيئة مش بإيد ولا اللواء محمد خير، لأنه تحقيقات هي عند الجيش والتخمين عند الجيش وتمين تخمين الأموال عند الجيش. الجيش عمل شو ستنا؟ إيه الجيش عمل شو؟ بس بدأ تمرق إيه لتوصل وبدأ تمرق على الجيش، تمرق عيات الجيش وبترجع على الإغاثة. الجيش عمل شغل ورفع من عنده التقارير. نعم، وحتى يعني التقارير في تسلسل، حتى لما بتروح على الهيئة العليا للإغاثة عم بيقلك في ملفات قبلها. أنا وما بيطلع ملف أنا ملف أصلا بيقدر اللواء
نعم يطلع الملف غنيه غنيه بيحطهم الاول يعني طبعا بهذا مشروع الزراعي مشروع متكامل بده الزلمه يرجع يشجر بده يرجع في توقيتات ليقدر الزلمه يصلح تبدا ضغط لنشوف الضغط عند راعي ابرشيه بعلبك للروم الملكيه الكاثوليك المطران ياسر حال صباح الخير صباح النور سيدنا اليوم راس بعلبك متضرره القاع متضرره في مشاريع كمان يعني انعملت وراحت اليوم ككنيسة وين الضغط اللي عم تعمله لحتى أبناء هالمنطقة اللي بتدعون دايما بالعظات وبمواقفكم وبخطاباتكم إنه لازم يتشبثوا بأرضهم ما لازم يغادروا أرضهم شو كيف منصرفين ما لازم كلنا نغادر بس المؤمنين ونحن كمان المسؤولين عن المؤمنين ما لازم نغادر لازم نبقى دائما مع المؤمنين بأرضهم ببيوتهم ونطالب عم نطالب ليش ما نعم نطالب عم نطالب وعم ندعو انه مين عم بتطالبوا مع مين حكيتوا المسؤولين طالبنا رئيس الجمهورية زرته انا مرتين رحنا على الرئيس انه بدنا نثبت هالمؤمنين بأرضهم بدنا نثبتهم بدنا الدولة وطلع عليهم شوفهم هلا سمعت انه حضرت رئيس البلديه العميد موجود وانا عم بسال هل يا ترى هالاغاثه ساعدت اللي تضرروا ما ساعدت ابدا ولا رايده تساعد يمكن انا كيف هي تابعه لرئاسه الحكومه والجيش هو اللي بيخمن ومش هي بتدفع من جيبتها هي بتتابع وهالمواضيع وبتكون موجودة وإنما وزارة المالية اللي بتدفع ومجلس الوزراء بيوافق على الدفع ما فينا نطلق هيك نقول نحن سيدنا مع كل الأمور اللي عم بيستلمها الجيش نحن الجيش كان حاضر قبل وبعد وبعده حاضر إن كان بأرضنا أو كان بمحل ما تضررت إن كان قبل كنا مع داعش كان الجيش موجود وقومنا وبقينا ثابتين بأرضنا بهمة الجيش نعم. هلأ بدنا الجيش يتابع وجوده يتابع حضوره على الأرض حتى نبقى بأرضنا ونبقى عايشين بهالمنطقة منطقة بعلبك الهرمل مع بعضنا البعض كلنا نعم على كل حال سيدنا بدي أشكرك المطران ليسر حال راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك في كمان واتسابات من المواطنين بيقولوا كل المناطق اللبنانية محرومة والخدمات غايبة وهيئة الإغاثة إدارة لا تعمل نحن بشوف بانتظار التعويض من سنة 2012 علما أنه الجيش قام بمسح الأضرار بعد العاصفة بس لازم نطلع على عمل كيف آلية عمل هيئة الإغاثة مش هيك؟ كمان في ما بنفهم كيف ناس السيل هجم على ضياعهم وتضررت الناس وراحت بيوتهم ومشاريعهم كيف هالناس بدها تصمد وتضل براس بعلبك وما في ثقة بالدولة ونحن قادمين على موسم شتي بدها وقف الضمير ولفتي لهالناس المتضررين وشو ناطرين من هون بدي بلش معك السيول بلشت بأيار كان في تحذير انه ممكن تتكرر رجعت بحزيران عملت الأضرار حتى انه توفت امرأة نتيجة هالسيول اللي اجتاحت راس بعلبك اليوم شو عملتوا انتو كبلدية حضرة العميد دريد رحال كبلدية راس بعلبك حتى ما تتكرر الكارثة نحن بموسم الشتاء نحن عم نتعاون مع وزارة الطاقة وعلى الهيئة العليا والإغاثة ليلا نهارا بشين اول شغلي نحن حتى بالأصل الحكومي نعمل جلسات ووزارة الطاقة كيفية تلافي أضرار السائل مستقبلا عم نعمل دراسات وعم نعمل اجتماعات عم نحضرها بدنا تنفيذ الدراسات وصلنا تنفع إذا وصلنا لألك شغلة خليني بس عملك تسلسل بسيط هيك بحطك بالصورة بكل وضوح اليوم السائل إجا براس بعلبك سيلين السائل الأول مثل ما قلنا إجا ب 29 أيار هذا السائل كان خفيف هذا السائل عمل شوية أضرار وسكر نوعا ما من المجرى أنا نشدت المسؤولين وبعت كتب للوزارات أنه بدكم تعزلوا مجرى السائل أو حطوا سلفة مالية بتصرف البلدية لنعزل مجرى السائل لأنه إحنا إمكانياتنا ما حدا رد وما حدا نجاوب لأنه ما معنا مصاري بالبلدية بلدية فقيرة بلدية ما فيها لمؤسسات لجيبيتها كتير ضعيفة مداخيلها ضعيفة بالكاد تقوم برواتب الموظفين والشرطة والحراس لهذا السبب اجى للاسف رجع اجينا سيل مدمر ب 13 حزيران
هذا السيل له أسبابه وله تداعيته. والسيل اللي إجا ب 13 حزيران إجا سيل قوي أقوى من المعتاد. بس هذا السيل شو عمل؟ أول ما وصل على أول رأس العلبك أو على منطقة التنية في عنا محطة للمياه الشفية المحطة الرئيسية، بيضرب الحيط بطول 40 متر وعلو 7 متر، حيط من الدبش والبطون وشبه تراب، بينهار الحيط. هذا الحيط اللي انهار جرفوا السيل قدامه، وصل لمحل في محلين ثلاثة في الشورة، وصل لأول جسر. هذا كمية البطون سكرت مجرى المي، سكرت مجرى المي، طلع المي عن مجرى، طلع السيل عن مجرى، رجع هبط تاني حيط تاني، الدبش والبطون اللي اجا هبط حيط تاني من مجرى السيل عند المقابر، ضرب المقابر وفات على المقبرة. كمان صار في كمية بطون وحجار قدام مجرى السيل. كمان في عبارات معمولة والشورة معمولة، هي الشورة ما كان إلا طعمة والعبارات ما لا طعمة. كيف ما غير ضرورية؟ بدك توصل عدير السيدي مش ضروري، بدك توصل الضيعة كان لازم ينعمل بومبي بالمدافن مش ضروري، لازم ينعمل بومبي، ينعمل بومبي وما ينعمل بطريقة ينعمل له شراشف من تحت أو بينعمل الشورة حديد. مين عمل هالشورة؟ مش في متعهد، في متعهد بيتحمل مسؤولية، بيتحمل وظيفة مزارة الأشغال. وزارة الأشغال ليش عم تشتغل وزارة الأشغال على المجير المائية؟ نعم. شو لها دور لتشتغل على المجير المائية وزارة الأشغال؟ مين بيتحمل؟ وزارة الطاقة. أنا لما بعين متعهد ما بده مين يكشف؟ وزارة الطاقة مش هي اللي نفذت وزارة الأشغال. مين عطى للمتعهد إنه يعمر؟ وزارة الأشغال. فإذا مش لازم هي تكشف على أعمال المتعهد؟ بتتعب فريق فني وتكشف وتحاسب وترايب. هذا خليني أكمل بس إذا بتريد تسلسل. هذا السيل وصل لمحل معين في الشورة، تعبى المجرى لأنه في حيطان دعم انهارت قدامه، طلع على المجرى وهون بلشت تطلع على البيوت، طلع على المقابر من جهة اليمين، طلع على البيوت، وصل لعند السيدة اللي توفت، فات لعندهم على المحل وكمل على ساحة الضيعة. كان كله سوا وقع كل، لأنه كل حيطان معمولة من الدبش، مش معمولة من بطون مسلح ولا معمولة من حديد مثل ما عمين عمل هلأ. لهذا السبب في متعهد هو بيتحمل كامل المسؤولية على الأشغال. ليش عم بتوجه؟ ما موجه لحد، أنا موجه في دولة وفي نيابي عام مالي، في نيابي عام مالية فتحت تحقيق وأنا رحت أعطيت إفادتي هونيك. نعم. يشرفوا يحاسبوا نيابي العام المالي، تطلع الأمور بلا محاسبة، حق على عوامل طبيعية، حق على الطبيعة. إذا فينا نتصل هلأ بالمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، فينا نشوف وين صارت الدعوة. اتصلي فيه شوية عم يعمل شغله المدعي. طب أنتوا كبلدية ليش مدعيين حالكم؟ معلش شو دور البلدية؟ شو فيها تعمل البلدية؟ سلطة محلية البلدية، شو قادرة تعمل؟ على القليلة هالمجاري تعلي الصوت ولازم تتنظف. طب البلدية ما عندك، انا ما عملت كتب، انا بوجيك بكره بعد ما بتقدر كانت هالبلدية ما قادرة، ما معها مصاري لانه ما في معها مصاري تشتغل، لا جرافتها معطلة لانه مهرية، ما عندها مزوط، ما عندها شغيل على جرافة، بعدين بدك كاميونات لتشق الردم، بدك 40 50 هلا اليوم صاروا. هاي الامور مش لازم تكون من 3 سنين مش من هلا يعني؟ هدي كل سنة لازم يتعزل مجرى السيل، بس نعم. وزارة الطاقة لازم تكلف متعهد يعملها. يعني لازم أنتوا كنتوا تودوا كتب من 3 سنين مش من آخر، من بعد ما أنا 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 مودي كتب، أنا من وقت ما استلمت استدركت الأمور ووديت كتب للوزارة الأشغال ووزارة الطاقة. في مين بالمنطقة بيحملك لإلك المسؤولية؟ شو تعليقك على يعني لو ما عم نتناقش أنا وياك؟ في منهم بيقولوا إنه في إهمال من البلدية. كيف سمي لي وين وكيف؟ أنا مستعد للمحاكمة وللمحاسبة وللمسائلة قبل القضاء قدام ضميري. نعم. هذا حكي، هذا عم يعملوا سياسة بالضيعة، في الضيعة في ناس معه ومن ناس ضد البلدية. نعم. الفريق مع ضد البلدية عم يحمل المسؤولية، إذا تأخرت الشمس حق البلدية. نحن مع المواطن بهالحلقة. طب اليوم نحن بموسم شتي، شو نعمل حتى ما تتكرر المأساة؟ كان في تحذير بأيار، تكررت المأساة بحزيران، نحن هلأ بموسم الشتاء، شو تغير بالواقع على الأرض حتى ما السيول تجتاح المنطقة ويصير في قتلى آخرين؟ اللي تغير أول شغلة الإغاثة عم يعزلوا مجرى السيل، وهذا نعم. من إحدى الأسباب وقت اليوم ما عاش يعلى عن مجرى. نعم. نحن كبلدية بعقد رضائي عملنا حيط قدام السنترال، عملنا عقد قدام السنترال ورح نعمل كمان حيط تاني قدام السنترال، لانه هذا الاغاثه مش عم تعمله، الاغاثه عم تعمل الحيطان اللي تهدمت. نعم. وعم تعزل المجرى وعم تصلح ادنى فيها حتى المياه تصير انسيابيه، ونحن باللجنه المشتركه اللي عم نعملها بالوزاره
مع الوزارة عملنا وصلنا لدراسة وهذه الدراسة مفروض تتنفذ. أول شغلة في شيء قالون على مدى قصير ومدى طويل. المدى القصير هو تعزيل السائل وتصليح جدران الدعم، والأهم والأهم وهدي على لسان معالي الوزير الطاقة والمياه إقامة سد، إقامة سد في منطقة تسمى وادي خالد والحمراء، وينعمل مجرى السائل مثل نهر بيروت بشكل إيه. كل المجرى اللي طوله 4 كيلومتر بدءا من راس بعلبك وصولا إلى مشارف القاع مفروض ينعمل بطون متواصل بشكل إيه، بصير هالماي تمشي وضلها رايحة قد ما كانت الكمية عالية. نعم صحيح، الطبيعة الجيولوجية يعني بتسمح بتشكل هالسيول بهالمنطقة هونيك. نعم. يعني على طول في خوف من السيول. طب اليوم إذا صار في سيول هل شو بدنا نقول لأهالي راس بعلبك؟ يعني في خطر عليهم إيه ولا لا؟ هذا المواطن هيك ما في خطر، ما في خطر هلأ إذا صار، لأنه أول شيء مجرى السيل تنظف. نعم. تاني شغلة حيطان الدعم اللي انهارت ما عادش تنهار قد ما يجي قوة، قد ما يجي قوة. ثلاثة اللي صار انه سابقا حتى كان في حجار موجودة فوق، حجار غير قبل ما يوصل السائل جاب معه حجار من الأحداث وقع من التليل، يعني كان في بجرد راس بعلبك منطقة الوسعة مطرح ما اجى، مطرح ما اجى السائل جاب معه حجار. نعم. غير قصة الحيطان الدعم الوقعت واللي صارت عائق أمام انسياب المياه. نعم. يعني هذا السبب الرئيسي، ما عادش في خطر قد ما تكون كمية المي. اليوم المي يضل يستوعبها المجرى لأنه تعزل، لأنه تغمق، لأنه صار تمشي المي إلى آخره، ما عادش في مشكلة عنا على السيل. عنا بس مفروض خطة مستقبلية، ومن احدى الخطط اللي بلشناه كمان من يومين ثلاثه جمعه الماضي اذا بتتذكري طلعت جمعيه مملكه الزيب زرعنا 300 شجره من احدى الدراسات المعموله انه جرد راس بعلبك لنخفف من خطر السيول لازم نعمل عمليه زرع زراعه للاشجار على التلال بتخفف من ونجللها. هي من الحلول اللي انطرحت، الحلول اللي انطرحت بالوزاره مع الحل الاساسي اقامه سد مائي على تلت بين تلت ام خالد وتلت الحمراء، والمجرى اللي هو طوله بحدود 4-5 كيلومتر بين راس بعلبك والقاع ينعمل بشكل ايه. نعم. بدي بعد في شغله اذا بتريدي بدي كرم عينك، بس بدي يعني فيك تتذكرها انا وعم اطلب من المستمعين اللي بيحب يكون عنده اي مداخله من منطقه راس بعلبك او الجوار او من المناطق يعني الحدوديه اللي عندهم كمان مشاكل على 01-205-511 01-325-555 خلوي 76-611-005 وايضا عبر الواتساب في كتير من كمان من الاسئله على 76-611-001. تفضل العميد دوريد رحام رئيس بلدية راس بعلبك. السد العميد حكى فيه شو ما كان تكلفته بيرفع الخطر والضرر عن القاع وعن الهرمل. نعم. لأنه من نحن وقت نعمل سد المي بترجع على منطقة الوسعة بتعمل مثل خزان مائي، وقتها كمان بطريقة مباشرة شلنا الضرر بشكل نهائي عن القاع وعن الهرمل. نعم. على الخط مباشرة في اتصال من الناس بدك تاخده حضرة العميد؟ حاضر. فيك تحط الهاتفون على شمالك. مين معنا؟ صباح الخير والله معكم. أهلا وسهلا فيك. أنا مواطن من الجنوب أو من جزين. تفضل. بس قبت عملت أكثر من مخيم براس بعلبك. راس بعلبك هي مناخ جبال فوق شبه صحراوي، الشمس وحرارة الأرض بتيبس الطبيعة، فبقى بس تجي الغيمة يعني أنجأ اللي عنده معرفة خاصة الختيارية ما بيلحقوا ربع ساعة مدام نوال بتكون السير مشي يعني. وأنا شايف أكتر من فيديو يلي موجودين بدير السيدة، فبقى العملية مش على مستوى بلدية ولا على مستوى اتحاد، يعني أنا الرئيس على مستوى على مستوى دولة على مستوى تخطيط. نعم. يعني بده ينزرع، بده ينعمل شبكات لحتى تقدر تستوعب البحث قبل ما ينزل لتحت، وبعدين البلدية ممنوع تنزل تشيل الحجر من مجرى الماء لأنه بتشكوا عليها، تابع على وزارة الطاقة يعني، مع كل احترامي لكل الأشخاص اللي عندهم نوايا حسنة. نعم. ومثل ما حط على حاله حضرة العميد أنه الضمير هو صوت الله بالإنسان، إذا هو أو حدا حاسس انه هو بده يتحاسب يتحاسب، لانه بس شخصيا انا ما بعرفه للزلمة، بس عم بحكيك عن جد
شو بصير براس بعلبك؟ يعني ما بيلحقوا يشيلوا سياراتهم من المجرى. نعم، لان في اسباب كثيره للسيول اللي على مشروع دولي مدام، صدقيني لانه العالم محروق سلافه فوق. نعم، في عندك طبيعه التربه حسب ما عم بيقول مدام بتقرقد الارض، بتقرقد الارض ما بقت نص المي. نعم، انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك. رح يضم لنا هلا رئيس بلديه القاع المحامي بشير مطر. صباح الخير. صباح النور إليك ولبيتك وللمستمعين جميعا. بتشبهوا اليوم انتو راس بعلبك، يعني بتشبهوا بعضكم كتير. طبعا نحن اولاد بيئة واحدة وارض واحدة وقضاء واحد بس السيول عندهم نعم السيول عندهم اقوى. هلا السيول عندهم اقوى او السيول عندها عدة طبائع، يعني هن في سيول بتجي لعنا من عندهم، واللي عم يحكي العميد كان انه اذا نعمل سد او شيء بيمنع سائل كبير وقوي يوصل على القاع وعلى الهرمل وعلى الساحل كمان وعلى الطريق الدولية. يعني حتى اذا بدنا نحكي نحن نحن من 5 سنين اجا بثماني قاب بالسائل، ثماني قاب السائل يعني بيقدلك 6-7 ساعات طريق الدولية مسكرة. حتى نحكي اذا بكرة بدنا نحكي بتجارة او بخط دولي او شو ما كان، مطرح ما في مجال لتحويل السير يعني لغير مطرح. هيدي مشكله، بيزول القاع، بيزول راس بعلبك. في عده خطا يعني نواحي خطره من هالموضوع هيدا. نحن عندنا سائل بيجي من جردنا كمان، هلا في معالجات صارت له بس ما بتكفي، مفروض كمان هي نعزز الموضوع الحد من مخاطر السيول بعده شغلات المختصين بيعرفوها. نعم. وفي سائل بيصير بأرضه كما قال هلا المواطن اللي عم يحكي انه ايه ما بتلحقي بتكبس الدنيا شتي، ما بتلحقي تعملي شيء، بتصير بأرضه حتى لو ما اجت من الجرود بقلب المناطق هذه. هلا هي اخطارها مش كبيره مثل هدوليك، بس كمان ضررها كبير على المزارعين وعلى البيوت وعلى الطرقات وتنظيف وخبريات. في كتير اشياء لازم تنعمل لحتى اول شيء نمنع التعديات على مجاري السيول، نعزلها ننظفها ونعمل حسابات انه مش بس بتشرين او باخر الربيع اللي بتصير السال، لا السال ممكن يكون بالصيف. يعني التغير المناخي عم بيصير، ما حدا بيعرف امتى صار ممكن يجينا السيول. فاذا ليش لازم تكون الحصانه قويه وحيطان الدعم قويه والمجاري منظفه حتى ما تصير في خسائر، يعني اول شيء بشريه وثاني شيء ماديه. إيه طبعا طبعا. نعم. وبعدين اساسا الاهم كمان ان احنا منطقه عايزين مي، يعني نحن عم نشكي من المي. ما انتوا بس عايزين مي ولا كله عندكم تعتير حسب من قال؟ لانه يعطونا المي ماشي الحال، بس انه هودي المي اللي عم يروحوا هيك يعني فينا نستفيد منهم لحتى نعزز وضعيه الزراعه، نعزز طبيعه. نعم. الارض يعني في كتير اشياء فينا نستفيد منها من هالعمليه هيدي. انتوا معتبرين حالكم انه مهملين من قبل الدوله؟ نحن معتبرين حالنا انه نحن على الهامش. نعم. بس على الدولة. انتو شو ناقصكم جهاز اداري؟ نحن معتبرين حالنا بقلب لبنان، نحن حاطين ايه؟ حالنا ومسؤولياتنا وانطلاقنا ودفاعنا عن هالوطن هيدا، نعتبر حالنا نحن اساسا ام الصبي وبيو، بس بالاخر هالدولة ما شايفتنا. نعم. وما عم تعطينا حقوقنا. ابسط شغله، نحن صرف صحي ما عندنا. نعم. مياه الامطار اللي ما بنقدر نستفيد منها. المي عندنا مشاكل، ما بدي فوت وين وكيف لانه عندنا مشاكل كبيره. نهر العاصي رايح ما بنستفيد منه بالمره. نعم. كليا. ارضنا غير مفرزه، عم بحكي على مستوى القاع، يعني والتعديات يوميه والمستفحله كل نهار على نهار، تعديات على المي. ما في مشاريع تنمويه كبيره لحتى من الدولة اللبنانية لحتى تقوم بهالمنطقة هذه لبعلبك الهرمل كلياتها. الطرقات حدث ولا حرج، ما في إشارة، ما في إنارة، في تزييح لها، في كتير مشاكل على الدولة تعملها. المستشفيات لازم تتعزز بطواقم بشرية وآلات حديثة ومن كل النواحي. نعم. يعني عندنا مشاكل كتيرة وعم نبقى وباقيين بأرضنا، بدنا ندعم مدارسنا، بدنا جامعات. يعني بالاخر اذا بدنا نضلنا هون ما فينا نضل نروح نتعلم ببيروت وبزحله وين ما كان، بدنا جامعات حبي... ان كان رسميه دوله
أو إن كان جامعات خاصة. نعم، على كل حال أنا بدي أشكرك، حبينا نستفقد منطقة القاع لأن على الحدود، ولأنه كمان تضررت من فجر الجرود. كان في دولة عوضت عليكم لهلأ ولا بعد؟ بعد انتهى اللقاء مع اليوم ضيفي رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر. كنا حابين هالسؤال، تفضل عندك تعليق على اللي نقال حضرة الرئيس أو العميد المتقاعد دوري يعني الرحام. مع معاناة القاع والرأس مشتركة، ضيعتين حدوديتين ضربهم الإرهاب والدولة أهملتهم. يعني مثلا عم بدي شغلي صارت أسبوع الماضي، معالي وزير الأشغال بيقول إنه نحن زفتنا الطريق ما بين التوفيقية وراس بعلبك. بدي أقول له لمعالي الوزير أنه الزفت وقف بمنطقة جديدة قدام كنيسة مجريديس، والمتعهد عم يعاقب بلدية راس بعلبك ما بدوش يوصل الزفت على راس بعلبك. هذا كشف اليوم، الشباب راحوا بس هلأ الهيئة المتعهد بده يرد علي أهل وسهلا فيه. صلنا أسبوعين وقف الزفت، ومعالي الوزير صرح بدائر الأحمر أسبوع الماضي أنه الزفت وصل على راس بعلبك، خلي يبعد كشف ويشوف أنه الزفت ما وصل. بالنسبة لسيدنا المطران، يعني عم يتدخل سيدنا المطران، ونشكر غبطة البطرك على المساهمة المالية، ما ذكرها المطران، حتى البطركية تدخلت بشخص البطرك وأرسلت مساهمة مالية كبيرة. نشكر كمان، لابد نشكر مؤسسة النورج الدكتور فؤاد أبو ناضر على مشروع ترميم الحديقة العامة والملعب البلدي، الملعب الحديقة العامة نحن مسمينا، بهبة 50,000 دولار، مع كمان ساعدنا وراح نزور فرنسا ب 22 شهر الجاي مشان نعمل توأمة مع ضيعة قرية بفرنسا من خلال مؤسسة النورج. كمان نحن من برجع بقلك انه نحن تحت سقف القانون. انا آل الفقيدة قدموا دعوة جزائية علي، عم يحملوني المسؤولية، انا تحت سقف القانون والعدالة خليت ياخذ مجراها. إذا كان القصة عم يسيسوها، حرام بهذا الموضوع يكون في سياسة بقصة وفاة، الله يرحمها توفي السيدة فاضلة محترمة. ونحن بالنهاية أبناء ضيعة، ما في شيء رح يوقفنا عن الشغل وعن طموحنا لتصير ضيعة نموذجية، ضيعة حضارية، ضيعة إلى وزنة وتقلة. نعم، على كل حال نحن كان بهمنا نستفقد اليوم وين صارت المساعدات من الهيئة العليا للإغاثة، الهيئة بعد بخصوص ضيفنا اليوم غنام اللي حبينا نرفع الصوت بهالحلقة الخاصة عبر صوت لبنان، لأنه مواطن لبناني متضرر ولازم الدولة تساعده لحتى يرجع يحيي هالمشروع ولبنان الأخضر يعني والضيعة الخضراء. وكان بهمنا كمان نركز على البلدية وين صوتها مشان ما تتكرر اجتياحات السيول لهالمنطقة وتتكرر المأساة البشرية والمادية. وإن شاء الله تكون هالضيعة تصير نموذجية، هيدا اللي نحنا منتقبله ومنتأمله من الدولة ومن البلدية كمان. وضع لي نقطة على السطر قبل ما ننهي اللقاء. بدي كمان لو القضاء بحط إيده على موضوع البرك اللي انعملت بمجرى راس بعلبك، $1,000,000 وما إلها دار، إلها عملت لتكون مكاسر مائية لتوقف من حد من أخطار السيل، ما إلها أثر وراحت كلها زالت، لأنه مثل عادي التعهدات فيها محاصصة وفيها فساد وفيها. طب ليش اليوم عم تركز يا عمي عن التعهدات؟ يعني عم تركز على الدولة إنه هي عم توضع متعهدين ما عم بيكونوا مثل ما لازم يكونوا. مين بيتحمل مسؤولية، الدولة ولا المتعهد؟ الدولة. اثنين سوا بيتعهدوا، الدولة لازم تراقب التنفيذ. نعم لازم تراقب التنفيذ. نعم لازم. نحن سمعنا انه في مؤتمر صحفي رح يصير بهاليومين ورح يوضع نقطة على السطر. على كل حال رح نواكب ونتابع عبر صوت لبنان. بدي اشكرك رئيس بلدية راس بعلبك العميد المتقاعد دريد رحال، بدي اشكرك غنام صاحب يعني مشروع اخضر حلو ومثمر، بس للحقيقة ما عرفنا شيء من الهيئة العليا للإغاثة لأنه الموضوع بتقول مش عندها. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان، أهلا وسهلا فيك. نشكرك باسم أهالي راس بعلبك جميعا وأهل القاع نفس الشيء. بدك تشكر صوت لبنان. كنا لايف فيسبوك فويس أوف لبنان 100.5. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نواليشا عبود دليدا غانم والمخرج جورج العلية.